وكان الناخبون البحرينيون قد توافدوا بكثافة إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم تلبية للواجب الوطني وللمشاركة في الانتخابات النيابية والبلدية 2018 لاختيار من يمثلهم في المجلس النيابي والمجالس البلدية في دورتها الخامسة. ورصد مراسلو مركز الأخبار إقبالا كثيفا من قبل الناخبين من مختلف الفئات والأعمار، وسط إقبال مستمر من قبل جميع الشباب جنبا إلى جنب مع ناخبين من مختلف الفئات العمرية ومن ذوي الاحتياجات الخاصة للمشاركة في دعم الديمقراطية ورسم مستقبل البحرين. وتأتي هذه الانتخابات البرلمانية والبلدية بعد حملات نشطة سجلت خلالها أرقام جديدة لعدد المرشحين. شيوخ ونساء، شباب وأطفال توافدوا على مراكز الاقتراع قبيل افتتاح أبوابها ليتسابقوا على المشاركة في العملية الديمقراطية ليرسموا مستقبلهم ومستقبل الأجيال القادمة باختيار المرشح الأكفى ليمثلهم في المجلسين النيابي والبلدي. البحرين اليوم عروس، كل شيء فيه حلو وكلها ورد وياسمين وأمان واطمئنان، وهذا الإنسان المواطن اللي يبي ما يبي أكثر من الأمان والاطمئنان. الإقبال كان جيد والناس يعني متفائلين وكان يعني ودهم أنهم يصوتون دائما، يعني يوقفون مع البلد ومع الحكومة ومع القيادة، وهذا شيء جميل. يعني لما المواطن يلتصق بالدولة يلتصق بالمسؤولين يحس بالأمان ويحس بالاطمئنان، وهذا المهم. الديمقراطية زينة والانتخابات زينة، وأنا أفضل كل مواطن وكل مواطنة يجون يزورون يرشحون، والانتخابات عرس ديمقراطي. أنا جاي مع هالجموع نشارك في احتفال البحرين وعرسها الديمقراطي، كلنا جايين نرسم مستقبل البحرين ان شاء الله ونلبي الواجب. انا اليوم جايه اتشرف كبحرينيه للعرس الديمقراطي، جايه اناشد كل مواطن ومواطنه بحرينيه نكمل مسيره الملك، فهذه اقل واجب احنا اليوم بنأديه لصالح بحرين ومملكتنا البحرين تستاهل. ترى جايين حق مستقبل عيوننا ونعدل وجه. أنا أرشح عشان مستقبلي، مستقبل عيالي، مستقبل البحرين. طوابير طويلة وحركة لا تتوقف على مراكز الاقتراع والفرز، ما يدل على وعي الناخب البحريني وإيمانه المطلق بأهمية مشاركته في العملية الانتخابية، لأن صوته يصنع التغيير. المشاركة الشعبية الواسعة من قبل شعب البحرين اللي ما شاء الله من الصبح وهم مالين المراكز، وهذا يدل فإنما يدل على الوعي والحس الوطني الكبير اللي يتمتع بشعب البحرين. احنا جايين نشارك في المسيرة الديمقراطية لجلالة الملك الله يحفظه، وجايين نرسم حق جيلنا والأجيال الجاية ونأمن مستقبلنا ومستقبل الأجيال الجاية إن شاء الله. من الوفاء الواجب تلبية الواجب. طبعا اليوم من الصبح ما شاء الله قبل ساعة من فتح أبواب التصويت لبى المواطنين نداء الواجب، وهذا يعكس الوعي لاختيار من يمثلهم ومن يرونه مناسبا لتمثيلهم في المجلس البلدي أو النيابي. احنا كشباب جايين نرسم مستقبلنا وجايين نشارك في هذا العرس الديمقراطي ونقدم الواجب لمملكتنا الحبيبة، وهذا أقل شيء نقدمه حق البحرين. إقبال متواصل في كافة محافظات المملكة على مختلف اللجان الفرعية والعامة ليمارسوا حقهم في الإدلاء بأصواتهم بكل حرية. نلبي الواجب شعار حمله الناخبون على عاتقهم، فتوافدوا على مراكز الاقتراع ليؤكدوا بأنهم حريصون كل الحرص على رفعة هذا الوطن وسموه. خولة الجرينيس لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.